إذا لما بنقول ديسكريت ممكن تعني معنى إيه؟ ممكن تعني ديسكريت تايم ليفل أو تايم. وإحنا لما بنحكي ديسكريت يعني إشي منفصل عن إشي تاني. ديسكريت لما بنحكي مثلا في اللغة أو في الإلكترونيكس مثلا نحكي إنه عندي هون ديسكريت أو لامب ريزيستر مش موزع. هون عندي ديسكريت كاباسيتر مش موزع. لكن ممكن يكون عندي مثلا عندي ترانسميشن لاين كوأكسل كيبل خط داخلي وخط خارجي. لما باجي بطلع على هذا الكوأكسل كيبل طوله مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو راح الاقي انه في كاباسيتنس موزع. مش موجودة كاباسيتر هون. في هاي كلها ممثلة بكاباسيتنس وهاي كلها ممثلة بريزيستنس. فهدول بنسميه مثلا هدول لامبد بارامترز وهدول بنسميهم ديستريبيوتد بارامترز. هاي كمان فكرة أخرى على الديسكريت. بس احنا الديسكريت اللي بنحكي عنه هون ديسكريت ان تايم يعني السيجنال إذا كانت كونتينيوس ان تايم هاي سيجنال كونتينيوس ان تايم ما في جابس بينهم فبنسمي هاي السيجنال كونتينيوس ان تايم اي تي. وسيجنال ثانيه زيها او نفسها لو اخذت هذول راح يكون شكلها فرضا زي هيك تقريبا شبيهه بهذيك. هذه هون ديسكريت ان تايم لانها سامبل عملت لها سامبل فعملت لها السيجنال هاي عملت لها سامبل اخذت السامبل تبعتها ات اني وان بوينت ان تايم ولا اطلعت عليها برا الاوقات هاي ما اطلعتش على قيمتها ولا بعرف ايش قيمتها وممكن هي قيمتها تغيرت كثير اذا السامبلينج اذا ما التزمتش بالنايكويست سامبلينج كرايتيريا مظبوط ممكن السيجنال تكون بتتغير كثير خلال الفتره هاي وانا مش عارف بس انا ما بطلع على السيجنال هاي غير في سامبلز معينه بين كل كابيتال تي وكابيتال تي براقب السيجنال بين كل كابيتال تي وكابيتال تي باخذ فاليو من السيجنال وبضل اخذ فاليوز من السيجنال كل كابيتال تي باخذ القيمه تبعتها هذا كونتينيوس ان تايم هذا ديسكريت ان تايم لكن ممكن كمان يكون عندي انالوج سيجنال او كونتينيوس ان فاليو عندي سيجنال مثلا لو اخذت سيجنال زي هيك هاي السيجنال ممكن تاخذ ثيوريتيكلي اي فاليو بدنا اياه عمالها تاخذ عدد هائل جدا من الليفلز اللي موجوده هون لكن لو هاي السيجنال حولتها لديسكريت ان فاليو ما بسمح لها تاخذ غير فاليوز معينه خليني ارسمها على نفس الرسمه بلون ثاني فهاي السيجنال السوداء لكن لو اجيت اخذت هاي السيجنال وسمحت لها تاخذ فاليوز معينه بس معناها هون السيجنال الزرقاء صارت ديسكريت ان فاليو يعني فاينايت نمبر اوف هذا اختلاف اساسي اذا هذا اللي فوق هذول ديسكريت ان تايم هذول ديسكريت ان تايم ليفل ياخذ الليفل اللي بده اياه حتى هذا خليه ياخذ الليفل اللي بده اياه ما فيش فاينايت نمبر اوف ليفلز الاختلاف الاساسي بين هذا وبين هذا انه انا عملت ديسكريتايزيشن ان تايم قسمت الزمن واخذت سامبلز من السيجنال عند الازمان هاي لكن النوع الثاني هذا ديسكريت ليفل الليفلز هون مش مسموح وعدد الليفلز بيعتمد على
عدد البيتس اللي بعدين راح احولها لبيتس، لانه انا بعملها بجهزها عشان اعملها كوانتايزيشن او ديسكريتايزيشن حتى احولها لديسكريت ليفلز. فممكن يكون عندي مثلا 256 ليفل، اذا كان بامكاني مثلا استعمل 8 بيتس ممكن يصير عندي 1024 ليفل. اذا بدي بقدر استعمل مثلا 10 بيتس فرضا او 12 بيت 4096 ليفل، اذا انا ممكن استخدم 12 بيتس عشان احولها. ما حولتها لسه، ما صارت ديجيتال على فكره. هاي السيجنال مش ديجيتال، هاي ايش؟ ديسكريت. ديجيتال تتحول لما بحولها لبيتس، لما بقول انه هاي هي عباره عن 1011 وهاي 1، اوكي ماشي، هذول صارت ديجيتس، بس هي لحد الان هي ديسكريت بالمرحله هاي. اوكي، لها ليفلز مختلفه، محدود الليفلز اللي بقدر اعملها. كل ما بدي احسن الريزولوشن تبعت السيستم بزيد عدد البيتس من هون، بس هذه ديسكريت ان ليفل، هذه ديسكريت ان تايم، ولا واحده من هذول ديجيتال. لما باخذ هاي السيجنال الان بعملها ديسكريت ان تايم وديسكريت ان ليفل، تكون جاهز اني احولها لديجيتال سيجنال. فباجي بقول هاي السيجنال كل تي راح اخذ سامبل، راح احول هاي السامبل لديسكريت ليفل، وهذا الديسكريت ليفل. وطبعا راح في عندي الايرور اللي بيصير بسبب الديسكريتايزيشن، ايش اسمه؟ كوانتايزيشن ايرور. كوانتايزيشن ايرور، بخسر كوانتايزيشن ايرور اللي هو نص الليفل هذا، لانه يا بدي اعمل له ديسكريتايزيشن للليفل اللي اعلى اللي اقرب منه فوق منه، او الليفل اللي اقل منه، ففي عندي خطا نص الدرجه. نص الدرجه هاي راح تكون الماكسيمم بوسبل ايرور في الديسكريتايزيشن. بعدين بيتحول الديسكريت ان تايم والديسكريت ان ليفل بيتحول الى ديجيتال سيجنال، بصير ممثل بباينري 1 و0. فهذه هذه اللي صارت فعلا ديجيتال، لكن هون في المراحل هاي هم ديسكريت. اخذنا الكونتينوس انالوج سيجنال، كونتينوس ان تايم، انالوج يعني كونتينوس ان ليفل، حولناها لديسكونتينوس ان تايم فصارت ديسكريت ان تايم، حولناها ديسكونتينوس ان ليفل فصارت لها فاينايت نمبر اوف ليفلز.